السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنكمل مع بعض شرح لسن 3 and 4 درس الثالث والرابع من يونت 2 الوحدة الثانية بيج 88 صفحة 88. تابع معايا كده عشان هنقرأ الكلمات ونشرح القاعدة ونحل التدريبات إن شاء الله من كتاب بيت باي بيت. عندي هنا wedding 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 suitcase suitcase airport airport alone alone sharp sharp guest 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 strapped grateful teenager normal. مرة تاني مع بعض. wedding suitcase airport alone sharp guest strapped grateful teenager normal. Your turn. Wedding suitcase. ظروف. Okay. Carefully بحرص. Excitedly بحماس. Happily بسعادة. Hungrily بشراهة. Loudly بصوت عالي. Quietly بهدوء. Lazily بكسل. Quickly بسرعة. Easily بسهولة. Slowly ببطء. يبقى تاني. Carefully, excitedly, happily, hungrily, loudly, quietly, lazily, quickly, easily, slowly. Your turn. Port, ميناء ايه؟ port. لكن لو حطيت لها air بقيت airport ومطار. Hill, تل او مكان عالي. Crowd حشد من الناس. Shopping bag حقيبة تسوق. Husband زوج. Husband لكن زوجة. Wife يبقى husband ده الزوج و wife الزوج. Nature الطبيعة. Suit بدلة. Happiness السعادة. تبقى كانت happy حطت لها لاحقة ness وحولت الواي إلى I بقت happiness السعادة. Hanging معلق. Hanging. Wedding اللي هو إزالة الأعشاب الضارة. لكن عندي wedding اللي هي كده فيها E. Wedding كده الزفاف. يبقى عندي wedding الزفاف. Wedding إزالة الحشاش الضارة. Playground ملعب. Playground. Sweet. Skin. Skin جلد إنسان أو حيوان. لكن عندي leather كده ده الجلد المطبوخ. يبقى leather الجلد إيه؟ المدو جلد الحذاء او جلد الشنطه كده. invite يدعو. invite. عندي كلمه شبيهه ليها اسمها invent بس invent معناها يخترع. يبقى دي invite ودي invent. treat يعامل. continue. relax. try. your turn. port. هي يلا عشان تعبيرات وحروف الجر الهامة اللي في الدرس. Take a selfie ياخد سيلفي. As usual كالمعتاد. Get married يتزوج مهمة. Get worried about يقلق عن. Catch a plane يلحق بالطائرة. In the foreground في المقدمة. In the background في الخلفية. In the middle of في منتصف. On the right على اليمين. On the left على اليسار. Smile at يبتسم لي. Do well يؤدي أداء حسنا أو يؤدي بشكل جيد. Get on a plane يصعد إلى الطائرة. For the first time للمرة الأولى. Down a hill في واحد هنا قبل smile. Everest بعندي Everest. Down a hill أسفل التل. Feel pleased about يشعر بسرور بخصوص. Grateful for ممتن لي. Towards the right ناحية اليمين أو towards the left ناحية اليسار. طبعا دول سهلين ومقررين فهنعدي عليهم وناخد الفعل والماضي. عندي تصريفات الأفعال. فعل في الـ present والـ past simple والـ past participle.
باي يشتري بوت بوت يبقى باي بوت بوت سيل يبيع سولد سولد هانج هانج يعلق هانج هانج فلاي يطير فلو فلاوين وين يفوز وان وان طيب عندنا الكلمه والمينينج والابوزيت يعني المينينج المعنى اللي هو السينونيم والابوزيت اللي هو الانتونيم التضاد شارب حاد عكسها بلانت غير حاد لايت فاتح بيل برضو فاتح او شاحب دارك داكن او مظلم كارفولي حريص سرولي يعني حريص برضو كارلسلي بهمال نورمال طبيعي يوجوال عادي اب نورمال غير طبيعي طيب اب نورمال يعني شاذ او غير طبيعي ويدنج زفاف الديفينيشنز بقى مهمه جدا ويدنج زفاف سيرموني سيرموني يعني احتفال ان واتش بيبل جيت ماريد اللي في الناس بتتزوج ستريبت ستريبت خلي بالك كلمه ستريبت دي هي اصلا كلمه سترايب كده معناها ايه خط سترايبس خطوط لكن لما احط لها الماضي كده تبقى ستريبت ستريبت مقلم معناها with long narrow lines ذات خطوط ضيقة طويلة of color that are a different color from the areas يعني كل خط له لون مختلف عن المنطقة اللي بجنبه نيجا سوزام background الخلفية the part that seems furthest يعني الجزء اللي يبدو أبعد furthest يعني أبعد to you in picture ليك في الصورة or photograph أو صورة فوتوغرافية foreground المقدمة the part الجزء that seems الذي يبدو nearest أقرب to you and a picture في ليك في الصورة أو الفوتوغراف teenager مراهق a boy or a girl بنت أو ولد aged يعني يبلغ من العمر أو at the age of في عمر 16 to 19 يعني أي حد من عمر 13 ل 19 بيبقى اسمه teenager مراهق حتى لو لاحظت مثلا من أول 16 بنحط كلمة teen كده 13 14 17 18 19 كده يبقى دي ايه عمر مراهقه يبقى تينيجر نورمال طبيعي او معتاد اللي يوجوال عادي نوت ديفرنت مش مختلف الون وحيد نوت ويز اذر بيبل ليس مع ناس اخرى انا عندي الون وعندي لونلي في فرق بين الون ولونلي دي معناها وحيد ما معهوش حد لكن لونلي دي معناها يشعر بالوحده يشعر ايه بالوحده جريتفول ممتن feeling happy about the good things in your life انك تحس بسعاده عن الاشياء الحلوه في حياتك nature الطبيعه everything in the world that's not made by humans اي حاجه مش مصنوعه بالبشر او مش معموله بالبشر humans يعني البشر طيب اللانجوج نوتس بقى معايا عندي كلمه elder وكلمه eldest الفرق بين الاثنين ايه ان elder دي لما اقارن بين اثنين eldest لما اقارن واحد بمجموعه طيب في حاجه تاني اللي انا إلدر بستخدمها مع افراد العائله وإلدست بستخدمها مع اي حد فاقول لك مثلا حمدي از ماي إلدر براذر حمدي اخويا الاكبر اكبر مني يعني فهنا دي صفه ايه مقارنه ايه وفي نفس الوقت بستخدمها مع افراد ايه العائله طيب إلدست معناها برضو الاكبر بس برضو في العائله برضو بس صيغه تفضيل يعني اقول لك ايه ماي إلدست سيستر اختي الكبرى السيتنج نيكست تو ذا تري تجلس جنب شجر لكن عندي اولدر واولدست مش عارف الكتاب جيبها ولا لا مش جيبها طيب ات وصفه او ات بي بعد كده صفه تو يقول لك مثلا اتس امبورتنت تو من المهم ان ده اسمه اسلوب وصف اتس نايس تو من الجميل ان بعد كده يجيب المصدر عندي ان ا بيس اوف كلوز يعني بمعنى مرتدي يعني اقول لك مثلا زمان ان ريد شيرت الرجل اللي لابس شيرت احمر يعني ان دي معناها مرتدي الذي يرتدي فلو قلت زمان in the red striped shirt يعني الرجل في اللابس تيشيرت مقلم is my uncle عمي else ايضا تستخدم كلمة else بمعنى اخر بعد كلمة some و every و any و no يعني مثلا اقول لك ايه someone else شخص ما اخر anything else طيب تستخدم else بمعنى اخر في بعض الكلمات الاستفهام اقول لك ايه who else was at the party مين ايضا كان في الحفلة ميك لها معنيين يصنع ومعناها يجعل بجيب بعد ميك مفعول بعد كده بجيب يا صفه يا ايه يا مصدر على طول من غير تو من غير اي حاجه يعني مثلا انا قلت ايه ذا فيلم الفيلم
made me جعلني. ممكن اقول laugh اضحك او happy سعيد. يبقى هنا لو قلت laugh جبت مصدر، لو جبت happy جبت صفة. grateful for او to. grateful to somebody ممتن لشخص. grateful for something هنا ممتن لحاجة اتعملت له. تعال نشوف الأسئلة مع بعض. I have two brothers. أنا عندي أخين. My brother is a computer engineer. أنا عندي أخين يبقى إيه؟ older. elder brother يبقى elder. It's necessary من الضروري. ها؟ necessary to wear and ترتدي jacket when it's very cold. number three. The woman السيدة the green dress is my aunt. طبعا ان معناها مرتدي. السيدة اللي بالزي الاخضر او الفستان الاخضر هي عمتي. number four. here's what you want. ها هو ما تريد. do you want anything. هل تريد اي حاجة. also ولا else. طبعا else ايضا. sleeping for a long time. النوم الوقت طويل. makes me خلاني ايه. لا feel بس قلنا مصدر يجيب صفة. يعني اقول ميكس مي ليزي على طول او ميكس مي فيل ليزي. نمبر 6. we are grateful all people who helped me. يبقى 2. grateful 2 ممتن لشخص، لكن grateful 4 ممتن لحاجه. هذه اللي هي على lesson 34 صفحه بيج 94 من كتاب بيبل. question number 1. when you invite يعني يدعو. لما تدعو a person شخص to your house الى منزلك يبقى هو ايه بقى؟ يبقى لك ايه؟ guest customer. طب guest يخمن. guest ضيف. customer زبون. partner شريك. يبقى your guest يعني ضيفك. number 2. when you go on holiday لما تروح اجازه you can put your clothes. ممكن تحط ملابسك فين؟ suit case في حقيبة السفر. لكن suit بس معناها بدله او يلائم. بين طاسه طبعا بين الكيس مقلمه. number 3. The skin of zebra. جلد الزبرة ايه؟ strapped مقلم. لكن lions دي خطوط. silver لامع او فضة. golden ذهب. number 4. The cat was moving. القطة كانت تتحرك away from the dog. تتحرك ايه؟ quietly بهدوء. when two people get married لما اتنين يتجوزوا. they have بيعملوا ايه؟ الأولى ولا الأخيرة؟ أنا عندي ويدنج الأول. الأولى دي معناها إزالة الحشاش الضارة، والتانية اللي هي الزفاف. طبعا تبقى إيه؟ ويدنج التاني. ما تتلخبطش فيها. نمبر 6. إذا بوي أور جيرل إيج 16 تو 19 يعني ولد أو بنت عمره أو يبلغ من العمر من 13 ل 19 يبقى ده إيه؟ التينيجر المراهق. نمبر 7. يو كان كاتش أ بلين يمكن أن تلحق بالطائرة فروم من إيه؟ إيربورت المطار. نمبر 8. If you are tired لو انت تعبان why don't you لا be a rest لا have a rest. ليه ما تاخدش قصه من الراحه اسمها have a rest في التعبيرات وحروف الجر. كانت اول واحده. number 9. she is a selfie under the tree taking take a selfie يلتقط صوره. number 10. the temperature for people is 37 celsius usual او normal. ما فيش usual هنا عندك unusual. طبعا النورمال يعني الحراره الطبيعيه. تبقى درجه حراره الطبيعيه للناس بتكون 37 سلسيس يعني 37 درجه مئويه. نمبر 11. ساره is sitting in the of the picture. ساره تجلس في ايه في الصوره؟ مون ميدل 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 ميتال ميدل يعني وسط. لكن ميدل دي ميداليه وميتال دي معدن. نمبر 12. The car moved. السيارة تحركت. The right not to hit the boy. يبقى تحركت ايه؟ ناحية او اتجاه. Towards. Towards يعني ناحية او اتجاه. Number 13. There were three trees. كان في ثلاث اشجار. In the of the picture. فين؟ In the background. Background. في الخلفية. Number 14. isn't as high as a mountain ليس بارتفاع التل. as والصفه as معناها بتتساوى بس هو نفى. يبقى ايه اللي مش بارتفاع الجبل بقى؟ يبقى هو ايه؟ سي للبحر. لا البحر مش بارتفاع التل الهيل. نمبر 15. I'm very انا ايه to everyone that helped me with my problems.
انا ممتن يعني لكل واحد ساعدني في مشاكلي وبقى grateful. نمبر 16 we never leave my little sister. احنا لا نغادر اختي الصغيره in her house alone لوحدها. نمبر 17 I always worried when I have exams. يبقى get worried يقلق. نمبر 18 دينا فيلد اباوت جيتنج هاي ماركس ان ذا فاينل اكزام. حاسس بايه لما جابت الفاينل اكزام الهاي ماركس اللي جابت درجات عاليه؟ يبقى بليز حاسس بالسعاده. نمبر 19 وي اول ويتد فور ذا اكزام ريزلتس. كلنا انتظرنا نتائج الامتحان ها كويكلي ايزلي بسهوله اكسايتدلي بحماس هانجرلي بشراهه كويكلي. طبعا اكسايتدلي بحماس متحمس اعرف النتيجه. نمبر 20 We are sitting carefully. نحن نجلس بحرص on the rocks, a score, because they are very. عشان هي very sharp head. She's sleeping early. هي بتنام مبكر as usual. كالمعتاد. طيب. تعال ناخد هنا بقى القاعدة اللي عندي وهي ظروف قاعدة الصفة والظرف. أوكي طيب هنشوف كده مع بعض نشرح القاعدة مع بعض. في الأول بص كده معايا انا عندي حاجه اسمها الصفه ودي بالانجلش اسمها adjective. الصفه adjective اوكي. طيب الصفه دي بتصف الفاعل. تصف ايه؟ الفاعل. وليها مكانين. ليها ايه؟ مكانين. يا اما تاتي قبل الاسم قبل ايه؟ يعني مثلا انا قلت علي is a good boy. علي ولد جيد يبقى جبت الصفة اهي قبل الاسم قبل عن. طيب لو قلت مثلا he is careful هو حريص دي الصفة وصف الفاعل. careful وصفت مين؟ وصفته هو. طيب الظرف الادفيرب ركز بقى معايا في الحتة دي. الادفيرب ده الظرف او الحال يصف الفعل. يصف ايه؟ الفعل. يعني مثلا لما اقول لك ايه ركز في الجملة دي علي runs quickly. علي يجري بسرعة. فquickly دي وصفت مين؟ وصفت علي ولا وصفت طريقة الجري؟ طريقة الجري. لكن لو انا هوصف علي كنت قلت علي is quick. علي سريع. يبقى الظرف يصف ايه؟ يصف ايه؟ الفعل. طيب ازاي اجيب الظرف بقى؟ يتكون الظرف بإضافة الواي للصفة. يعني لو عندي صفة حطت لها الواي أصبحت إيه؟ أصبحت ظرف. فتعالى نقول كده معايا مع بعض. عندي مثلا صفة زي باد. باد يعني سيء. لو أنا قلت بادلي بجد بطريقة سيئة. صح؟ عندي هابي سعيد. لو أنا قلت هابلي بجد بسعادة بس عدلت الواي إلى إيه؟ الآي. طب عندي كويك سريع. كويكلي بسرعة. طيب تمام. عندي كيرفول. كيرفول حريص. لو عايز اجيب الظرف اقول ايه؟ كيرفولي بحرص. حطيت لها ال واي مع ان هي فيها ال. طيب لكن عندي كلمة زي كلمة probably يعني محتمل. او لما اجي احط لها الظرف بقى بشيل الاي واحط واي بس. probably. يبقى نقول كده القاعده مع بعض. لو الصفه انتهت ب ال ايه نحذف الاي ونضيف واي. لو الصفه انتهت ب زي ايه probably بنحذف ايه الاي ونضيف ايه واي. بس زي possible برضو. possible يعني ممكن. لو عايز اجيب الظرف فبقول ايه possibly. كده حذفت الاي وحطيت واي بس. لكن لو هي انتهت بواي زي careful حط لها الواي يبقى careful. بس كده بس كده بس. في شوية صفات شاذة بقى. يعني في صفات ايه؟ او ظروف غير منتظمة زي جود مثلا. جيد الظرف بتاعها ويل جيدا. يبقى الصفة جود الظرف ايه؟ ويل. هارد صعب. عايز اقول بصعوبة هارد زي ما هي. لكن لو انا قلت هارد دي معنى ليها معنى تاني خالص. معناها بالكاد. معنى ايه؟ بالكاد. او لا مش بصعوبة دي معناها بالكاد. وده ناخدها في معنى تاني خلاص في الثانوية ان شاء الله. عندي early مبكر و early مبكرا.
شكلها في الصفة هو شكلها في الظرف. وعندي فاست سريع وفاست بسرعة، وعندي ليت متأخر وليت برضو متأخرا، وعندي هاي عالي وهاي عاليا او بطريقة عالية. بس كده بس كده. ركز بقى معايا، لو انا جيت عند كلمة ليت دي وقلت لك ليتلي، فليتلي دي بقى مش معناها متأخرة، ليتلي دي معناها حديثا او مؤخرا. تمام؟ طيب في برضو اللي هو ايه، بعد هذه الافعال تأتي صفة. في افعال نجيب بعدها صفة وليس ظرف، زي الفعل ايه طيب يا استاذ؟ زي مثلا عندك الفعل ده فيل، بيكم، جيت. التلات افعال دول، فيل يعني يشعر، بيكم يعني يصبح، وجيت يعني يحصل. التلات افعال دول انا بجيب بعدهم صفة وليس ظرف. يعني ناخد مثال طيب. يقول لك مثلا I feel worried about، I feel worried، اشعر بالقلق about عن my exam result، بالقلق من امتحان. بص بقى لما اجيب فعل بي اللي هو ام ويز وار في المضارع او ويز وير في الماضي، بعد كده اجيب ظرف بحط الفعل اي ان جي بقى بعدين. طب ازاي الكلام ده؟ تعال ناخد الجمله دي مثلا. لو انا قلت ذا جيستس، جيستس يعني ايه؟ الضيوف. ار سلولي ليفينج، بيغادروا ببطء. بس كده، هي دي قاعده النهارده. تعال نشوف التمارين مع بعض. طيب عندي هنا، عليكم السلام. القاعده بيج 99. That's my sister number one، هذه اختي. صفحة كام دي؟ 97 مش 99. يبقى هنا بيج 97، عفوا صفحة 97. That's my sister، هذه اختي. She's smiling، تبتسم ايه؟ happily، بسعادة. عايز ظرف هنا، دايما الظرف بيجيب بعد الفعل، بسأل عن الظرف بهاو كمان. نمبر 2، it's at the end of the day، النهاردة في نهاية اليوم. and the guests والضيوف are slowly leaving، يغادرون ببطء. the teacher، المعلم، treats all her students، بتعامل كل طلابها kindly بطريقة طيبة. نمبر 4، I am waiting، أنا بنتظر إيه؟ to get on a plane، علشان أركب أو أصعد على الطائرة. excitedly for the first time، للمرة الأولى، يبقى excitedly. number 5، I'm sitting under a tree، أنا أجلس تحت الشجرة. and eating my lunch، وآكل غدائي بإيه؟ hungrily بشراهة. number 6، the children are singing، الأطفال يغنون. in the playground، يغنون إيه؟ loudly بصوت عالي. number 7، the cat is sitting in the sun، القطة تجلس في الشمس. ها؟ lazily بكسل. ليه ليزير؟ ليزير دي لما اكون بقارن بين اتنين وتكون عايزة زين، معناها اكسل من. number 8، هدى's uncle always sings، عم هو دايما بيغني ايه؟ happily. سلمى speaks English، سلمى بتتكلم English well. تمام، جيدا. The bird is flying very، الطائر يطير very fast بسرعة جدا. Tamer is careful driver، he drives carefully هو قائد، أو تامر حريص بيقود بحرص. The mother looked، الأم نظرت angrily بغضب at her naughty يعني شقي، naughty child يعني الطفل الشقي. He was sad، كان حزين. because he answered the question، عشان هو جاب على الأسئلة ايه؟ badly. اوعى تاخد well، well تنفع، هو هيبقى حزين لو جاب على الأسئلة كويس. number 14، does Ola play the piano؟ she plays the piano beautifully، بتعزف البيانو بطريقة جميلة. احنا قلنا بنسأل عن ظرف بايه؟ بهاو. I felt when I came first، حسيت بايه لما طلعت الأول؟ happily. number 16، she is strong، she's lifting the weight، هي ترفع الوزن بايه؟
هي قوية يبقى ترفعه بسهولة easily. The man was afraid and left the room. الرجل كان خائف وغادر الحجرة. لا quietly بهدوء. عندي هنا بيج صفحة 99 معايا. She looked at her children. نظرت ايه لأطفالها؟ happily بسعادة. خلي بالك بعدل الواي الى ار. نمبر 2. My team won. فريقي فاز because they played very well. لعبوا جيدا. It's important to drive. من المهم ان تقود carefully بحرص. The teacher treats. المعلم بيعامل all the children كل الاطفال well. My friend Sus. صديقي يخيط. سوز يعني يخيط ايه؟ badly بطريقة سيئة. رانيا is good at drawing. رانيا جيدة في الرسم. She draws. هي بترسم well. The student الطلاب are talking بيتكلموا loudly بصوت عالي. Number 8. My sister is crying. أختي بتصرخ in her room. تصرخ إيه؟ sadly. Number 9. You should study. ها؟ hard بس احنا قلنا hard هي في الصفة شكلها في الظرف. هي answered the test. جواب على الاختبار easily بسهولة. This exercise هذا التمرين is التمرين ايه؟ easy سهل. انا بوصف التمرين بوصف الفعل هنا. Number 12. You should drive slowly. Number 16. The boy was sad. الولد كان حزينا because he sang عشان هو غنى ايه؟ badly بطريقة حزينة او بطريقة سيئة. How did she play the drums؟ كيف عزفت الدرامز؟ loudly بصوت عالي. طيب تعال هنا عندي دي القاعدة اللي شرحناها مع بعض. تدريبات على lesson scene 4 unit 2. عندي هنا بي صفحة كام؟ 100 صفحة 100. يبقى هنا بيج 100. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة الآتية. بنقرأ طبعا عنوان المحادثة. مصطفى is showing مجدي a photo of his family. مصطفى بيوري مجدي صورة لعائلته. بيقول له this is a photo of me. هذه صورة ليا and my family وعائلتي in الأرمان بارك in جيزة. في حديقة الأرمان في الجيزة. راح سأله سؤال قال له in the foreground there are my mother and my sisters sitting under tree. في المقدمة في أمي وأخواتي يجلسون تحت الشجرة. يبقى هو are who are seats the people من هم الناس in the foreground في المقدمة بنكتب foreground. سأله سؤال تاني قال له in the background في الخلفية you can see the Cairo University. انت ممكن تشوف جامعة القاهرة. يبقى what's عشان شارع عن شيء غير عاكل اهو. What's in the background هو او اللي في الخلفية back ground. Is this your sister who is talking taking a selfie? هل دي اختك اللي بتاخد صورة؟ Yes, she is. Yeah. How are they feeling? هم حاسين بايه؟ They are happily. Feeling happy. Happy بس لان الفعل فيل بيجيب بعد صفر. قال له great رائع مثلا have a nice او great that's interesting. هذا شيق. Great that's interesting. طيب choose the correct answer. What can you see in the picture? ماذا تستطيع ان ترى في الصورة؟ قال له the left there is a big man. يبقى ايه؟ On the left ولا on? On the left. على اليسار on the left وعلى اليمين on the left. Number 2. I bought a modern mobile phone because I like selfies.
اشتريت تليفون حديث عشان بحب تيكينج سيلفيز. نمبر 3 ان سكول في المدرسه او في اي مدرسه يعني ستودنتس بلاي جيمز الاطفال بيلعبوا العاب فين؟ in the playground في الملعب. نمبر 4 there were a lot of at the party yesterday كان في كثير من ايه في الحفله امس. يا راجل كان في هنا التيمز فرق صوت كيس حقائب جيستس طبعا جيستس اللي ايه الضيوف. نمبر 5 the magazine is aimed at an young adults يعني المجله بتهدف الى ايه والشباب او البالغين الصغار بتهدف الى تينيجرز المراهقين. I visited England انا زرت انجلترا the first time in 2018 يبقى هيبقى للمره الاولى اسمها for the first time. Do you need anything هل محتاج حاجه؟ No just a cup of coffee. No. يبقى else. Number 8 she's laughing هي تضحك loudly بصوت عالي. May answered the questions may جاوبت على الاسئله carefully مفيش carefully correctly بطريقه صحيحه. Number 10 smoking at the train is for your health is it badly ليه badly فين الفعل اللي انت بتوصفه مفيش فعل يبقى the smoking ده هنا اسم بقى التدخين is bad for ضار لي your health لكن ما ينفعش اخد بدلي لان عشان اخد بدلي لازم يكون في فعل اوصف فعل لان مفيش فعل. The boys are waiting الاطفال بينتظروا اهو بينتظروا بحماس يبقى excitedly. Number 12 my friend is study اصدقائي بيدرسوا to get full marks in the exam hardly ولا hard hardly لا hard دي احنا قلنا هارد هي شكلها في الصفه شكلها في الظرف لكن قلنا هارد دي معنى تاني معناها بالكاد. طيب complete the sentence with the correct form of the word in practice. علي can speak English well. He's always late هو دايما متاخر. He always arrives late متاخرا اللي احنا قلنا ليه بتنفع صفه وتنفع ظرف. The children are singing in playground loudly. The girls are playing happily. Happily. الأطفال يلعبون أو يعزفون بسعادة يلعبون هنا في الشارع بسعادة. طيب a description of your friend's photo يعني وصف صورة صديقك طبعا موضوع سهل جدا إنك تتكلم فيه وإن شاء الله نحاول نخلي جزء خاص بالباراجرافس اللي عندي. كده وصلنا لنهاية lesson 3 and 4 كان معكم مستر محمد شعبان ولا ننسى الاشتراك في القناة.